تمام. برضه كابتن سيد سؤال جه كده على دماغي، معلش. مباراه الزمالك لما عرفت ان الشناوي مش هيلعب حسيت بايه؟ كنت متضايق؟ كنت زعلان؟ كنت خايف؟ اني يعني مباراه الزمالك اللي ما لعبهاش الشناوي، محمد الشناوي. لا بص، الشناوي طبعا قوه من الاساسيات في الفرقه بشكل كبير قوي، يعني على المستوى الشخصي قبل الفني كمان يعني، تمام. لكن انا عندي ثقه كبيره جدا، مش هقول لك والله العظيم ثلاثة، حتى لو مصطفى شوبير اللي كان واقف، تمام. يعني انا مش من اللي هو اصغرهم، يعني مش من الناس يعني مش تقليلا مصطفى، مصطفى جون كويس قوي، لكن انا بتكلم على اصغرهم سنا، على اصغرهم سنا. انا عندي ثقه كبيره جدا في علي لطفي، كبيره جدا جدا. واحنا كجهاز يعني احنا ما اتكلمناش مع علي لطفي ربع دقيقه فعلا. والله خلاص، انا انت لعيب في النادي الاهلي، هو احنا جايبينك ومشترينك او مطلعينك من قطاع الناشئين عشان تلعب مباراه درجه ثانيه ودرجه ثالثه وخلاص على كده وتروح؟ ما انت جايبينك عشان تلعب مباراه كبيره زي دي. مظبوط. عشان كده برجع اقول دايما يعني القايمه لازم تكون قويه جدا. القايمه لازم تكون قويه جدا، لازم تحضر لها كويس قوي وتجيب عناصر كبيره جدا، لان انت هتتعرض في مواقف في السنه في اوقات بتبقى محتاج كل واحد يعني، تمام. لكن شناوي طبعا يعني حاجه من الناس اللي هي عامله ماتشات كويسه قوي وبطولات كويسه قوي 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 قوي، بس في نفس الوقت عندي ثقه في كل الناس، كل الناس اللي موجوده يعني.